نحن كأطباء أقولكم أمانة، ودخل المستشفى ما نعرف المصاب من غير المصاب إلا إذا سوينا له فحص، وهناك فحص خاص للإيدز، ما أي فحص. بعض الأشخاص يقولون تعرف إيش يقول؟ أمس سائر مجمع صحي المصنع مسوى لي 10 ملي ما أخذ مني من يدين دم، ما قالوا عندك السكر ولا قالوا عندك كذي كذي، لا كل شيء له اسم. مثل ما أنا اسمي سالم، وهذا اسمه خالد، وهذا اسمه محمد، وهذا اسمه إبراهيم، إذن هذا الدم نفس الشيء، صح دم لكن ما كل شيء. نحن الناس مفتكرة تفتكر حاجة أن من وضعوا الدم في هذا الجهاز بيطلع كل شيء، لا لا حبيبي، كل شيء له اسم وكل شيء له حاجة. فلذلك لا تأمن، لا تقول كم الشباب بعد ما خرجت المحاضرات، تعال شوفوا أنا اللي فحصتهم وصلت 200 شاب كلهم اتصال جنسي من ذكور وإناث، والأسف الشديد هذا لمن أداهم؟ أنت 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 أنا لا، نفس الدنية. اليوم أصبح الإيدز أقولكم أمانة سلوك شخصي، الوزارة والحكومة تدفع من فلوس عشان يكون الدم آمن، وعشان تبذل هذا الدواء غالي،